مرحبا مس، كيف مساكن؟ مكملين بشرح مادة الاندو، واليوم وصلنا على المحاضرة السادسة اللي بتحكي لنا عن الأوبتوريشن أوف روت كانال سيستم. بس قبل ما نبلش بدي أحكي كم ملاحظة بسيطة عن المحاضرة الماضية. هلأ الملاحظة الأولى إنه كلمة أو المصطلح الفايلينج موشن هو نفسه مصطلح البينت برشينج لايك أوت ستروك، أوكي؟ يعني هن بيعبروا عن نفس التكنيك. طيب شو دخل أو شو قصة السيركمفرنشيال بريباريشن؟ هي بس بتعبر لي إنه نحن لما يكون عنا راوند كنال بدنا نحضرها بأربع نقاط، ولما يكون عندي كنال طويلة أو كنال عريضة مثل الكنال اللي بتكون موجودة باللور إنسايزر هون نحن بنحضرها بست نقاط لحتى نكون شملنا الكنال كلياتها، تمام، من اول تلا اخر تبع البريبريشن. طبعا هذا الشيء له اكسبشن واحد، هو الدينجر زون اللي بتكون موجوده باللور مولرز وشرحنا عنها المره الماضيه. هلا او الملاحظه اللي بعدها هي عن الواتش وايندينج تكنيك. بشرحي انا بالفيديو الماضي انا كنت اقول انه نحن بنلف نص دورة كلوكوايز نص دورة كاونتر كلوكوايز، هو لا، نحن منلف فعليا من 30 ل 90 درجة، يعني ربع دورة تقريبا كلوكوايز ربع دورة كاونتر كلوكوايز. لحتى نستوعب هذا الشيء رح ورجيكم هذا الفيديو اللي عمله دكتور طاهر بفهمنا بالضبط كيف التكنيك صاير. اوكي طلعوا معي كيف. هلا هذا هون مكان الدوت، انتبهوا كيف راح تلف بس 90 درجة وبعدين رح ترجع لمكانها وتلف كمان 90 درجة بالاتجاه الثاني. فهي هيك 90 درجة clockwise counter clockwise clockwise counter clockwise، وهذا هو الwatch winding. اوكي فهو تقريبا بده يكون من 30 ل 90 درجة بكل مرة بنفتل فيها. اوكي طيب هلأ صار فينا نبلش محاضرتنا، ومثل ما قلت لكم هي بتحكي لنا عن الأوبتوريشن تبع الروت كنال سيستم. هلأ نحنا عملنا أكسس كافيتي وحضرنا هالكنال ووسعناها وعملنا لها كلينينج أند شيبينج وعملنا لها إريجيشن بالصوديوم هايبوكلورايد، فالكنال صارت هلأ فاضية، صارت نظيفة من هالبكتيريا تقريبا، مو بشكل 100% بس يعني فينا نقول إنه نحنا هلأ نظفناها. الخطوة اللي بعدها بتقلنا انه نحن ما بيزبط او ما بصير انه نترك هالكنال فاضية، لازم هالكنال تنختم ختم كامل، يعني نعبيها بمادة معينة، هاي المادة تكون بايوكومباتيبل. فشو اسمه كرمال، لاننا لو تركناها فاضية او لو ما حشيناها، تمام، لو ما ختمناها هي راح تكون مثل مكان تتسرب للبكتيريا وترجع مرة تانية تعمل لي كولونايزيشن وتبلش تعمل لي أبسس ومشاكل تانية من أول وجديد. أوكي فبدنا نحط ببالنا شغلة قبل ما نبلش نشرح، إنه نحنا بنعمل سيل أو بنختم الكنال، هي منسكرة من نقطتين، النقطة الأولى من تحت من عند الأبيكس أو الأبيكال كونستركشن، والنقطة الثانية من فوق، تمام. كيف هذا من فوق يعني كورونالي؟ أوكي كيف هذا الشيء بصير رح نتعرف عليه بهاي المحاضرة. هلأ هاي المحاضرة نص بنص رح تكون، أوكي فالنص الأول رح يكون فعليا عبارة عن دنتال ماتيريال، النص الثاني رح نبلش نحكي عن الأوبتوريشن تكنيك، تمام، كيف بصير وشي هي الخطوات تبعيته وهيك. فهاي المحاضرة مجملا سهلة وإن شاء الله ما رح تاخد معكم وقت. طيب هلأ إذا بدنا نبلش بهاي المحاضرة، من زمان يعني عام أو مو من زمان كتير، تقريبا عام 2008 عملوا دراسة، هاي الدراسة قعدت تحكي لنا عن شو هي الفاكتورز اللي بتأثر على نجاح المعالجة اللبية أو بتأثر على أو بتحدد لي الإفيشنسي تبعت البرايمري روت كنال تريتمنت. فلو إنه هنن أربع عوامل، العامل الأول إنه absence of pre-treatment pre-apical lesion، بمعنى آخر لما بيكون في عندي سن، هذا السن صار له irreversible palpitis والسن الثاني صار له irreversible palpitis زائد عامل لي abscess وصير له necrosis، فالسن الأول له prognosis أحسن والRCT رح يكون شو اسمه النسبة أو نسبة النجاح تبعيته أعلى من الثاني. كل ما تواجد عندي pre-treatment pre-apical lesion بمعنى تاني أبسس مع بيباس، فهون نسبة المعالجة أو نجاح المعالجة رح يخف. العامل التاني إنه نحنا لازم نختم الروت كنال من أول تلا آخرته، يعني with no voids، يعني ما لازم يكون في عندي irregularities ما انحشيت أو مثلا مناطق معينة ما حشيناها أو مثلا ما نكون وصلنا الحشوة، أوكي اللي هي
الروت كانال فيلينج، هاي ما نكون وصلناها لعند الابيكال كونستريكشن، نقصناها مثلا، فهمتوا علي؟ فبهاي الحال نحن تركنا اماكن فاضيه جوات الكانال ما حشيناها، فهذا الشيء بيساهم لي كمان بانه هاي المعالجه تفشل، لازم نختمها من اولتها لاخرتها. الشيء الثالث انه الاوبتوريشن تو ويذن 2 ملم شورت اوف ذا ابيكس، او حتى 1 ملم اللي هو ببساطه او بمعنى اخر انه يكون عند الابيكال كونستريكشن. كل ما نحن كنا دقيقين باننا نعمل اوبتوريشن عند هالابيكال كونستريكشن هذا، او بمعنى اخر ويذن 1 ل 2 ملم شورت اوف ذا ابيكس او اللي هي الراديوجرافيك ابيكس، بتكون نسبه معالجتي انه تنجح اكبر. والشيء الرابع انه ان ادكويت كورونال ريستوريشن، يعني مثل ما نحن بدنا نختم من تحت، اوكي بدنا نسكر منيح بحشوتنا من تحت عند الابيكال كونستريكشن، كمان بنفس الوقت لازم نختم من فوق الحشوه اللي بدنا نحطها. مثلا افترضوا انه خلص انا بدي سكرت السن حشيته، فهلا بدي احط له حشويه اما كومبوزيت يا اما املجم، فهاي الحشوة لازم تنحط بطريقة صح، اوكي، ولازم تعمل لي سيل على الاخر بحيث انه ما تتسرب الفلويدز والمثلا واي شيء تاني بالاورال كافيتي لجوات هالحشوة تبعيدي جوات الروت وتخرب لي اياها، اوكي. هلا الروت كانال سيستم سيلينج از دان ان تو بوينتس، اول شيء بالابيكال باي اوبتوريشن، والكورونال باي تمبرري او البيرمننت فيلينج، اوكي. هلا طيب هون هذا سؤال يعني كتير عامل خلاف بين الأطباء يعني وأخصائيين الإندو من زمان، ولسه ما زال الخلاف موجود، إنه إمتى منحدد إنه نحن بدنا نعمل روت كانال تريتمنت أو أوبتوريشن بون فيزيت، يعني بفيزيت واحدة أنا بفتح السن بعمل له أكسس كافيتي وبعمل له كلينينج أند شيبينج وإريجيشن وأوبتوريشن وبحط الحشوة الدائمة مرة واحدة بفيزيت واحدة، أو إني أقسمهم على تو فيزيتس. ف من دون ما نفوت بالمتاهات والتعقيدات، ببساطة إذا كان عندنا vital pulp بمعنى تاني عندي بس irreversible pulpitis، عندي completely or partially vital pulp، يعني لسه ما صار عندي necrosis بس عندي inflammation خفيف، لسه البكتيريا ما عملت لي abscess، فهون بهاي الحالة بخلص بone visit، أوكي، بفتح بنظف بعمل cleaning and shaping وبحشي بone visit. بس لما بصير عندي أو بيكون عندي necrotic pulp، فأنا بهاي الحالة في عندي بكتيريا، فبهاي الحالة انا ممكن، وهذا يعني لساته جدل كتير كبير، انه في ناس بتقول الاحسن نعمله بون فيزيت، الاحسن نعمله بتو فيزيتس او ماي جاد ما بعرف اجمع الكلمه. المهم ف بالمجمل لو لما يكون عندي نيكروتيك بالب يا اما بنعمله بون فيزيت يا اما بتو فيزيتس. ف هذا النقاش خلينا نتركه شوي لبعدين يعني بمراحل متقدمة أكتر. طيب امتى بيكون عنا نيكروتيك بلب؟ ببساطة بهاي الحالات الأربعة اللي نحن بنعرفها ودرسناها كتير، لما بيكون عنا كرونيك أبيكال أبسس، لما بيكون عنا أسيمتوماتيك أبيكال بيريودنتيتس، لما بيكون عنا كوندنسينج أستيايتس، وشو اسمه سوفت تيشو سويلينج، أوكي. فباختصار لما بيكون في عنا بيري راديكولار باثوسيس، هون نحنا بنعمله او بنفكر هون اذا بدنا نعمله بون فيزيت او تو فيزيتس، اوكي. طبعا هذا الشيء كمان بيعتمد على امكانيه انه انا قديش فيني اعمل اريجيشن وقديش فيني يعني ابذل مجهود ووقت لحتى نظف هالكنال هاي اللي بتكون مليانه بكتيريا، فهمتوا علي؟ يعني لو قررنا انه بدنا نعملها بون فيزيت فمعناته انه هو كتير رح ياخد مني وقت، وممكن ضل شي حوالي 4 ساعات وانا اعمل اريجيشن لحتى اضمن انه منيح هالكنال نطفت باكبر قدر ممكن، وهون وقتها انا بسكر بون فيزيت. بس لو ما كان مثلا وضعي او وضع المريض بيسمح لهذا الشيء وما قدرنا نعمل اريجيشن منيح، هون لا بنحولها لاكثر من فيزيت واحده، تمام. هلا اللينث اوف اوبتوريشن، الاوبتوريشن وين بده يوقف؟ يعني نحن من وين لوين لازم نحشي؟ ببساطه نحن بنحشي من فوق من عند الاكسس كافيتي اللي عملناه او فتحناه كورونالي لتحت لعند الابيكال كونستريكشن، يعني 1 او بمعنى اخر 1 ملم شورت اوف راديوجرافيك شو اسمه ابيكس، اوكي تمام. طيب هلا الـ properties تبعيت الـ ideal obturation material، يعني هلا المواد هاي اللي نحن بدنا نجيبها ونحطها جوات هالكنال لازم يكون إلى شروط، صح؟ شو هي الشروط؟ بتقدروا تشوفوها من هالجدول، مثلا انه تكون easily manipulated لحتى اقدر انا فوتها جوات هالكنال وشكلها وتتشكل على حسب الريجولاريتيز تبعيت هالكنال هاي، مثلا انه تكون radio opaque لحتى نقدر نشوفها على صورة الاشعة، انه تقدر او تكون stable يعني
تعمل لي سيل ممتاز لمنطقة الأبيكس من تحت عند الأبيكال كونستريكشن. شو كمان improving شو اسمه impervious للمويستر وال وتكون نان بورس, يعني انه ما تتأثر بال شو اسمه بالجو الرطب اللي رح يكون حواليها, مثلا اللي رح يكون موجود تحت عند الأبيكس. اوكي ما تكون شو اسمه بتتأثر بالمويستر وهيك, تكون استيريل. لو نحن اضطرينا انه نعمل ريتريتمنت نقدر نشيله بسهولة, يعني تكون قابلة انه تنشال معي بحالة الريتريتمنت. اوكي فبتقدروا تشوفوا هاي شو اسمه الخصائص وتقرون. تمام اوكي هلا طيب شو هن الاوبتوريشن ماتيريال اللي نحن بدنا نستعملهم لحتى نسكر هالكنال ونعمل اوبتوريشن فيها؟ المادة الاولى بنسميها الجتا بيركا. الجتا بيركا هي عبارة عن هاد هو هيك شكله, تمام هاد هو هيك شكله. اوكي بتكون عبارة عن اقماع, لو لمسناها راح نحس انه هي بتشبه الخشب كتير. اوكي وهي فعليا مستخلصة من اشجار معينين, تمام موجودين هون بالصورة. وفيها الشيء الحلو فيها انه فيها خاصية انه هي بتشبه الربر, يعني مطاطية, تمام. وهذا الشيء كتير بيفيدني لحتى اقدر انا شكلها جوات هالكنال هاي. طيب كيف صنعوا هاي الجتابيركا؟ جابوها من استخلصوها من هاي الاشجار وضافوا عليها زنك اوكسايد وميتال سولت وواكس وريزين, تمام بنسب مختلفه. هلا الميجر كومبوننت هو الزنك اوكسايد, تمام, بس سميناها الجتابيركا نسبه للشجره اللي استخلصناها منها. اوكي طيب شو الديس ادفانتجز تبعت هاي او عيوب هاي الجتابيركا؟ اول شيء انه هي يعني مع مرور الوقت, اوكي لما يمر عليها فتره كتير طويله وهي مخزنه بتصير بريتل, يعني بتصير بتتكسر بسهوله, بتصير هشه. والشيء الثاني انه نحن لازم نحطها بكول اند لو هيوميديتي, يعني لازم نحطها بمكان بارد وتكون الرطوبه تبعيته قليله. اوكي شو كمان؟ فطبعا لانه هي مع الوقت او لما with aging it becomes brittle, نحن ما فينا نستعمل an expired gutta-perca. اوكي وهلا بس هون ملاحظه انه الهيفي ميتال سولت هن اللي بيعطوني الراديو اوباسيتي على الراديوغراف. هلا بنشوف كيف راح تبين الجتابيركا على الراديوغراف. طيب هلا الجتابيركا هي عبارة أو كيميائيا اسمها trans isomer of polyisoprene, حكي بالorganic chemistry ما لنا علاقة فيه. هي بتتواجد على شكل crystalline forms, okay, in two types أو two phases, alpha and beta. شو يعني هذا الحكي؟ هلأ هاي الجتابيركا, تمام, اللي انتو شايفينها بوضع الطبيعي بشكل الموجود باللاب أو بالعيادة هيك بتكون. فهذا الشيء بنسميه الكولد فيز, تمام, أو بمصطلح تاني بنسميه شو اسمه البيتا فيز, أوكي, أو الانهيتد بيتا فيز. بس أنا خلال عملية الأوبتوريشن مثل ما رح نشوف بعد شوي رح أضطر أني سخنها. اوكي ببعض الحالات رح اضطر اني سخنها, فلما منسخنها هاي الجتابيركا شوي رح تدوب, تمام, ويصير وشو اسمه ويصير اسمها او تصير موجوده بالالفا فيز. اذا البيتا فيز وهي كولد وهي انهيتد وهي على حاله طبيعي مثل ما بنشوفها بالعياده او باللاب. الالفا فيز بعد ما نسخنها, اوكي, وانهيتد الماتيريال تشينج تو دي الفا فيز, تمام, بينما لما بتكون سوليد ماس بتكون بالبيتا فيز. اوكي الديس ادفانتج تبعيتها انه هاي الجتابيركا بعد ما نحطها بهالكنال, تمام, جبنا هيك فوتناها جوات الكنال, اوكي, بعدين سخناها, تمام, اول شيء رح يصير لها اكسبانشن, بعدين رح يصير لها شرينكج, تمام. فهاي بالتالي لما بصير له هذا لما بتعمل لي هذا الشرينكج هذا اللي بصير, بالتالي راح تترك لي مناطق اوكي فاضيه بالكنال. اوكي فهي هون مشكله طبعا ممكن تؤدي لي لانه هالمعالجه تفشل. فنتيجه لهذا الشيء نحن مع هالجتابيركا هاي منروح منحط ماده تانية اسمها السيلر, وهلا راح ندرس عنها. هلا قبل ما ننتقل للسيلر خلينا نشوف شو الميجر ادفانتجز تبعت الجتابيركا. اول شيء انه هي هاي بلاستيسيتي, فهذا شيء كتير منيح لحتى تقدر تتشكل جوات هالكنال, اوكي, واقدر انا شكلها واضغطها جوات هالكنال. هاي
ايز تو مانيبيوليشن، وهذا شيء كمان بيفيدني وممتاز. مينيمال توكسيسيتي، وهذا اكيد شيء مطلوب ولازم يكون موجود، لانه هي اصلا الجوتا بيركا موجوده جوات اكثر جزء فينا نقول حساس من السن، فلازم تكون ما بتضره. اوكي طيب، في شيء كتير حلو وهو احلى شيء بالجوتا بيركا، انه هي انرت. تمام، شو يعني انرت؟ يعني هي ما بتتفاعل كيميائيا، خاملة كيميائيا. يعني بهاي الحالة او خاملة كيميائيا بمصطلح اخر فينا نقول انه هي بايو كومباتيبل. اوكي هذا الشيء بشو بفيدني؟ افترضوا انه لسبب من الاسباب ولغلط معين يعني صار معي، انا طلعت الجوتا بيركا برات الايبكس، اوكي فهي طلعت على السراوندينج تيشو. بهاي الحالة لأنه الجوتا بيركا إنرت، فهي إن شاء الله يعني إنه ما رح تعمل لي هالضرر الكبير وتسبب لي أو تكون توكسيك مثلا لهدول التيشوز. فهمت علي؟ فهون بتجي أهمية الجوتا بيركا بإنه تكون إنرت، إنه ما تعمل لي أي تفاعلات كيميائية وتكون خاملة. تمام؟ وبمصطلح آخر هي هيك بتكون بايو كومباتيبل. تمام، الراديو اوباسيتي، وهذا الشيء كتير ممتاز، لحتى انا نفس ما قلنا بدنا نتفق انه نحن لازم الجوتا بيركا هاي او هاي الحشوه اللي جوات الكنال بدنا نوصلها للابيكال كونستريكشن، بمصطلح تاني 1 مليمتر اواي فروم راديوغرافيك ايبكس. فانا بالتالي بقدر ببساطه احشي او قبل ما اخلص شغلي فوت هالجوتا بيركا على الطول اللي انا يعني متوقع انه هو بيمثل لي ال ال corrected working length. تمام، وباخذ صورة أشعة، فهي لأنه راديو أوبك رح تبين على صورة الأشعة، وأنا رح أقدر حدد بالضبط إذا أنا تحديدي أو هذا الطول تبع هالجتا بيركا هذا مناسب احشي فيه أو محتاج إني نقصه أو محتاج إني زيده. أوكي الشيء الخامس إنه هي أو الفائدة الخامسة إنه هي ease to removal with heat or solvents. يعني بعض الحالات مثلا رح يجينا بكرة مرضى رح يكون في دكاترة تانين عاملين لون RCT، وهذا RCT لسبب من الأسباب ما انه ناجح. اوكي فنحن رح نضطر انه نشيل هالRCT اللي هنا نعملوه، نفتح مرة تانية Access Cavity ونشيل هالجتا بيركا والسيلر هدول الموجودين، ومرة تانية نعمل Cleaning and Shaping. وان هذا فمن الأساس لازم الجتا بيركا هاي تكون مثل ما هي قابلة انه تنحط جوات الكنال، لازم تكون قابلة انه تنشال من هاي الكنال. تمام بحالة اعادة المعالجة هذا الموضوع يكون سهل علينا. تمام disadvantages هي lack of adhesion to dentin او to dentin. الفكرة هون انه الجتا بيركا هاي بس رح تعبي لي المكان، بس هي ما رح تعمل لي اي chemical bond مع الدنتين، مثل مثلا ما كان يعمل الكومبوزيت كان يعمل لي شو اسمه بوند مع الانامل مثلا، صح؟ او مثلا كيف الجلاس اين شو اسمه الجي اي سي كمان كان يعمل لي بوند مع الدنتين والانامل. فهلا هاي لا، الجوتا بيركا ما بتعمل لي اي بوند، ما بتعمل لي اي ادهيجن مع الدنتين والشو اسمه والوولز تبعت الكنال. تمام، فبالتالي هي الموضوع ما نو ستيبل. نفس ما قلنا when heated هي بصير لها شرينكج. اوكي ولاك اوف ريجيديتي. طيب الجوتا بيركا من ناحيه مقاسات، انه نفس ما قلت لكم نحن لازم دائما نحدد الطول الصح ونحدد السكشن او عرض السكشن الصح لحتى نعبي هالكنال هاي. فبالتالي منطقيا لازم يكون في عندي مقاسات، لازم يكون في عندي اقماع صغيره لاقماع كبيره. تمام، هلا التايبس اوف الجوتا بيركا او طرق الترقيم تبعت هالجوتا بيركا. اول شيء في عنا الايزو ستاندرايزد سايزز، هي ايكوال للهاند فايلز. يعني مثل ما في عنا الفايلات اللي نحن هلا اشتغلنا فيهم 8 و10 و15 و20 و25 و60 ومدري شو، كمان نفس المبدا رح يكون في عنا جوتا بيركا رقم 8، جوتا بيركا رقم 10، جوتا بيركا رقم 15 و20 والى اخره. النوع الثاني هو النون ستاندرد سايزز، هو بس اختلاف بالمصطلحات. في الاول شيء بيجي اصغر واحد بنسميه الاكسترا فاين، بعدين الفاين فاين، بعدين الفاين، بعدين الميديوم فاين، بعدين فاين ميديوم، بعدين ميديوم، بعدين لارج، بعدين اكسترا لارج، وهيك. وهدول اكتر شيء بنستعملهم بشيء بنسميه لاترال كوندنسيشن، ورح نفهم بعد شوي شو يعني لاترال كوندنسيشن. الثالث ستاندرد سايزز تيبرد، وهذا المصطلح التيبر شرحنا عنه بالمحاضرة الماضية، فرح لاقي انا انه في عندي جوتا بيركا تيبر 2، في عندي جوتا بيركا تيبر 6، في عندي جوتا بيركا تيبر
فور وهيك إلى آخره. في عنا شيء بنسميه الماتشد كون سايزز، هدول هنن هيك بيكون شكلهم وهيك بيجوا. هدول بنستعملهم مع الروتري سيستم، يعني مع ال شو اسمه الفايلات اللي بتركب على الروتري هاند بيس او ديفايس، تمام. وطريقه الترقيم تبعيتهم هي F1 F2 F3 F4، اصغر شيء هو F1 وبيكبر كل ما زدنا الرقم. واخر شيء الجتابيركا باليتس للانجكتبل جتابيركا، وهي رح نشوفها بالفيرتيكال كوندنسيشن وبعد شوي رح نحكي عنه. هدول هنن الباليتس، اوكي. طيب هلا نفس ما قلت لكم انه نحن الجتابيركا هاي ما بتكفي لحتى نحشي فيها الجزر لحاله. ليش؟ لانه اول شيء في صورة هون كتير حلوة لازم أورجيكم إياها، أوكي تمام. اطلعوا معي هون على هاي الصورة. هلا الجتا بيركا، أوكي، هي شكلها مخروطي، تمام. ف هي يعني بشكل عام بتشبه كتير شكل الكنال، إنه هي من تحت بتكون كتير نحيفة أو السكشن تبع نحيف، وكل ما طلعنا لفوق كورونالي رح تكبر، أوكي. بس الفكرة إنه أنا هالكنال اللي عندي إياها، تمام، ما أنا فرد يعني شقفة من فوق لتحت، لا، فيها الريجولاريتيز، فيها لاترال اكسسوري كانالز، فيها يعني فهمت علي، في مناطق ما رح تقدر الجتابير كأنه توصلها وتعبيها. نفس هون، طلعوا معي هون بهاي الصورة. هلا البرتقاني اللي تقريبا لونه برتقاني، هاي الجتابيركا، تمام. لاحظوا معي كيف الجتابيركا ما انا قدرانه تعبي كل المناطق بالكنال، يعني مثلا طلعوا هاي المنطقه كتير واضحه كيف الجتابيركا ما عم تقدر تفوت تعبيها. فبهاي الحاله بيجي هون دور السيلر. السيلر بيجي عباره عن ماده، كيف بدي اشبه لكم اياها، يعني هيك بتجي ماده كريميه تقريبا، ماده بتشبه المعجون، فكتير سهل انه تتغلغل وتفوت تعبي لي اي فويدز واي مساحات تانية ما قدرنا نعبيها، بتشبه المعجون، بتشبه معجون الاسنان، فهمتوا علي كيف؟ بيجي هيك ملمسها، فكتير سهل انه تفوت تعبي لي اي irregularities او مثلا تفوت بكل lateral accessory canals، تمام. فبالتالي بصير عنا سيل احسن، اوكي، وبنضمن نجاح لهالمعالجة هاي. مثال تاني انه كيف الجتابيركا ما رح تقدر توصل لي، هلا اطلعوا هون كيف فتحة الكنال من هون لهون، تمام، هون، بينما الكنال الحقيقية لما ننزل هي عرضة من هون لهون، تمام. فبالتالي نحن لما نفوت الجتابيركا نحن ما رح نقدر نوصل الجتابيركا لهذا الجزء اللي هون، رح يضل هذا الجزء فاضي، اوكي. ليش؟ لانه الفتحة اصلا صغيرة ما رح تساعدني اني افتح وفوت كمان. فبهاي الحالة هون كمان بيجي دور السيلر، اوكي. فخلونا نرجع مرة تانية، وهلأ رح نبلش ندرس عن انواع السيلرز. طيب هلأ قبل ما نحكي عن السيلر بدنا نبلش عن نحكي من الأول، إنه بعد ما العلماء شافوا إنه الجتابيركا ما بيمشي الحال أو هي ما بتعمل لي سيل لكل الكنال من أول تلا آخر، قالوا خلونا شو اسمه إنه إيه، وكمان شغلة إنه الجتابيركا مثل ما قلنا ما بتعمل لي بوند مع التوث ستراكتشر ومع الدنتن، هذا اللي بيكون مغلف لي أو اللي هو بيعبر لي عن الوولز تبعت هالكنال. نحنا بدنا شيء يعمل لي بوند مع الدنتن هذا، لأنه لما بتكون عندي او لما بنعمل هالبوند هاي معناتها نحنا بنضمن انه نحنا ختمنا على المزبوط وسكرنا، اوكي، وما في اي مجال لهالبكتيريا هاي ترجع مرة تانية تلاقي هيك هالفسحة المفتوحة مثلا وترجع مرة تانية تفوت وتعمل لي شو اسمه colonization جواتها وترجع تعمل لي مشاكل. فنحنا محتاجين لشي يعمل لي هذا الختم. فاجوا العلماء هيك دوروا فلقوا مادة اسمها الريزيليون او الريل سيل، اوكي، وقالوا يمكن هي انه اكيد هي مثلا راح تعمل لي بوند للتوث ستراكشر. بس بعد ما عملوا ابحاث وهيك هن اكتشفوا انه انه هي الريزيليون داز نوت ريلي بوند، تمام. فلو انه هي ما نافعه فراحوا شو اخترعوا شيء جديد اسمه السيلرز، هو فعليا اللي هلا نحن بنستعمله واللي هلا رح ندرس عنه كتير ورح ندرس انواعه. السيلرز مثل ما قلنا انه الجتابيركا alone will not make a good seal، تمام. So we should put with it sealers. اوكي، الموست كومون سيلر يعني اسم الماركة تبعيته او الاسم التجاري لإله اللي اكتر شيء عم نستعمله هلأ بهالايام اسمه الـ AH26، تمام، وهو عبارة عن ريزين سيلر. هلأ السيلرز هي seal the space between the dentinal wall، اوكي، زائد الـ obturating
كور اللي هو الاوبتيوريتنج كور بنعبر عنه اللي هو نفسه الجتا بيركا، تمام؟ يعني هاي السيلر رح تجي وتعبي لي هال الاماكن هاي او هال المسافه بين الدنتاينال وول والجتا بيركا، تمام؟ as we said when we put الجتا بيركا it will not bond the tooth structure، مزبوط. هلا السيلرز فيل الفويدز والاريجولاريتيز واللاترال والاكسسوري كانالز مثل ما قلنا، واي سبيس بيكون موجود وما قدرت الجتا بيركا انه تفوت وتتغلغل فيه وتسكر لي اياه، تمام؟ السيلرز also serve as ايوه lubricant. هلا ما تتخيلوا انه في شغله بس بدي نوه عليها، انه نحن بعد ما نعمل irrigation وخلص خلصنا يعني الكلينينج اند شيبينج والirrigation نحن لازم ننشف القناه، فراح نجيب شيء بيشبه الجتا بيركا شكلا بس هو مصنوع من ورق اللي هو البيبر بوينتس. هدول البيبر بوينتس راح نصير نفوتهم جوات الكنال لحتى يمتصوا لي اي فلويد باقي من الirrigant solution، تمام؟ وبالتالي انه انا بدي وقت بدي احط هالجتا بيركا هاي الكنال بدي اياها ناشفه 100%، ما بدي يكون فيها اي سوليوشن، اوكي؟ فبالتالي انه رح يصير وضع اني انا احط الجتا بيركا جوات هالكنال ناشفه 100% شيء صعب، فهمتوا علي؟ لهيك بنحط مع سيلرز كرمال يشتغل مثل هيك مرطب لحتى تقدر الجتا بيركا تفوت بسهوله جوات هالكنال، تمام؟ البروبرتيز للايديال سيلر نفس اي بروبرتي ممكن نقراها، بتقدروا هلا تقروها لحالكم ورح تلاقوا انه هي منطقيه وكتير درسناها بالماتيريال اساسا. طيب هلا في عندي تايبس اوف سيلرز، اوكي؟ يعني شو هن انواع المواد اللي ممكن يشتغلوا لي كسيلر. الماده الاولى هي الزنك اوكسايد اوجينول سيلرز، وهي الموست فيمس شو اسمه او الموست فيمس اوف الزنك اوكسايد اوجينول سيلرز، يعني الماركة مثلا او الاسم التجاري الاكتر شيء مشهور او اكتر منتج مشهور مصنع من الزنك اوكسايد اوجينول هو التيوبلي سيل والبارب كانال سيلر، تمام؟ بس هلا نحن ما عاد استعملناها ابدا، تمام؟ بس ممكن نستعملها مع الفيرتيكال كوندنسيشن اللي رح ندرس او نتعرف عليه بعد شوي. النوع الثاني هو الكالسيوم هيدروكسايد بيز سيلر، واشهر منتج منه بنسميه السيل ايبكس، تمام؟ وهو عبارة عن بيو اكتف ماتيريال. شو يعني بيو اكتف ماتيريال؟ يعني لما نفوته او نحطه جوات هالكنال راح يحفز لي انه الدنتين لحتى يبلش يصنع لي دنتين جديد اللي هو التيرشري دنتين تقريبا، اوكي؟ وشو اسمه وبيسرع لي عملية الهيلينج، تمام؟ بعدين في عنا الريزين سيلرز اللي هن في عنا اللي هلأ هن اكتر شيء عم نستعملهم، واكتر منتجين شهيرين البيس تبعيتهم هي ريزينز، هي ريزين هن الاي اتش 26 والاي اتش بلس، تمام؟ في عنا شيء بنسميه كلوروبيركا. هاي الكلوروبيركا هي عباره عن الجتا بيركا جابوها اوكي واعادوا تصنيعها وحطوا معاها كلوروفورم، ما بنستعملها ابدا، تمام؟ لانه في لها كتير مشاكل. في عنا كمان الجلاس اينومر سيلر، كمان ما عاد استعملناه. في عنا السيليكون سيلرز كمان ما عاد استعملناه. في عنا البيو سيراميكس. البيو سيراميكس طبعا هنا مواد كتير منيحة، يعني مثل الام تي اي والبيودنتين والشو اسمه الاندو سيكونس، بس مشكلتهم انه هنين كتير غاليين، تمام؟ لهيك صعب كتير انه نحن دايما نجيبهم ونشتغل فيهم، تمام؟ والشي الحلو انه هنين بوند للتوث ستركتشر. هلا هون السيلرز مثلا الزنك اوكسايد، هون بنشوف اسماء شو اسمه المنتجات اللي بتكون مصنع منها او بتعتمد على الزنك اوكسايد، اوكي؟ وهون كمان نفس الشيء، هدول كلهم اسماء المنتجات تبعيت كل نوع حكينا عنهم، حكينا عن اشهر كل منتج من كل واحد. بدنا نبلش نحكي هلا عن البروبرتيز. هلا اول شيء الزنك اوكسايد اوجينول سيلرز، اول شيء انه عندهم سلو سيتينج تايم، تمام؟ مشكلتهم انه رح يعملوا لي شرينكج اون سيتنج، تمام؟ فبالتالي ما استفدنا شيء، ضل في عندي فويدز ما انا محشيه، وبالتالي بده يصير في عندي ليكج ورح تقدر البكتيريا مره تانية تفوت على هالكنال وتعمل لي مشاكل. مشكلته كمان السوليوبيليتي. هلا طول ما الزنك اوكسايد اوجينول جوات الكنال هو قاعد ومرتاح وعين الله عليه ما رح يصير له سوليوبيليتي، تمام؟ بس اول ما يصير له تسريب برات او يطلع برات الابيكال كونستريكشن مع الاسف رح شو اسمه يدوب او يتحلل، اوكي؟
they can stain the tooth structure. فهون نحن راح يصير عنا مشكلة كتير كبيرة ونكون بروت كانال تريتمنت نصير بمشاكل تجميلية كتير كبيرة لحتى نرجع لون السن. والشيء الحلو فيه انه هو انتي مايكروبيال اكتيفيتي. ليش؟ لانه فيه مادة الاوجينول. بعدين عنا الكالسيوم هيدروكسايد سيلرز. طبعا مثل ما بنعرف الكالسيوم هيدروكسايد هو او فيه انتي مايكروبيال اكتيفيتي تمام. وشو اسمه اوستيوجينيك سيمنتوجينيك بوتنشال، يعني ات انهانس الهيلينج لانه هو راح يبلش يحفز لي انتاج هال شو اسمه. اذا انا مثلا كان في عندي بون ريزوربشن او ريزوربشن بالسمنتم راح يبلش يحفز لي اياه انه نرجع مره تانية نعوض هالريزوربشن هذا اللي صاير. الكالسيوم هيدروكسايد هو عباره عن مثل ما شايفين هون مثل بيجي على توف يعني على نصين بيز وكاتاليست. البيز بده يكون فيه زنك اوكسايد كالسيوم هيدروكسايد بيوتيل بنزين وسلفوناميد تمام، بينما الكاتاليست راح يكون فيه باريوم سلفيت وريزين وايزوبيوتيل سيليكيليت. هلا في عنا شيء تاني اسمه الايبوكسي ريزين سيلرز تمام، وهذا جبنا سيرته اللي هن الـ AH26 والـ AH+ تمام. هلا هدول هن يعني الشغلات او المواد اللي بتكون مكونت اللي هالبيست هذا او التو بيست. بس اهم شيء نعرفه او اكتر شيء بنعرف لازم نعرفه انه هن not biocompatible. اوكي هلا بعدين في عنا الميثا اكريليت ريزين سيلرز. في شيء كتير حلو اسمه المونوبلوك. المونوبلوك انه هالسيلر هذا مع القتابيركا مع الوولز تبعوت الكنال رح يصيروا عبارة عن وحدة، فهمتوا علي؟ رح يصيروا عبارة عن بلوك وحدة كلهم مع بعضهم رح يصيروا كأنهم قطعة وحدة. فهذا الشيء كتير ممتاز ونحن بدنا اياه يصير عنا تمام. فهذا الميثا اكريليت ريزين سيلرز بحقق لي هال شو اسمه هالمونوبلوك هاي تمام. وهي عبارة طبعا المونوبلوك لو بدنا نعرفها هي عبارة عن idealized scenario in which the canal space become perfectly filled with a gap free تمام، يعني ما بيكون في عنا اي gap تمام. هو عبارة عن self etching primer consist of هاي المواد اللي بتقدروا كمان تقروها. هلا اوكي بدنا نرجع هلا نحكي مره تانية عن هذا المونوبلوك. المونوبلوك معناته انه السيلر والبوند للتوث ستراكشر تمام. نفس ما قلنا السيلر بده يعمل لي هالروابط الكيميائيه اللي ما قدرت الجتابيركا تعملها، وبالتالي نحن منقلل او منمنع او منسكر اي فويدز بتكون موجوده جوات هالكنال هاي تمام. الماتيريال شو اسمه هلا هدول الماتيريالز اللي باللون الاحمر مثل البيز فينول البيز ايوه البيز جاما واليوديما والباريوم سلفيت هدول كمان بيكون موجودين بالكومبوزيت تمام. فهون هذا السيلر كتير بيشبه لي الكومبوزيت بالنسبه لمكوناته. المونوبلوك doesn't really form. كيف هذا الشيء بيصير؟ نفس ما قلنا هي الايديالايزد سيناريو، بس مع الاسف انه نحن لهلا ما قدرنا انه نحققه. او انا بعتذر لانه قبل شوي قلت لكم انه هذا الشيء بحقق لي المثل اكريليت ريزين سيلرز، هو لا ما بحققه بالوضع الحقيقي. يعني ليش؟ لانه دائما نحن محتاجين انه نعمل اتشينج تمام، نفس مبدا لما كنا نعمل اتشينج بالكومبوزيت اوكي لحتى يعمل لي هاي الميكروميكانيكال بوند تمام. فالمشكله انه جوات ال الروت كانال جوات الكانال هاي نحن ما بنقدر نعمل اتشينج لسه لهلا ما قدرنا نكتشف كيف ممكن نعمل اتشينج. فبالتالي هاي المونوبلوك ما راح تتكون بالحقيقه اوكي، بس هي عباره عن الايديالايزد سيناريو اللي بيكون فيها هال الحشوه اللي حشينا فيها واحده مع الكانال هاي. طيب في عنا الكالسيوم سيليكيت سيلرز مثل ال MTA based سيلر، وهي هي كتير ممتازة وكتير منيحة، بس مشكلتها انه هي كتير غالية تمام. لهيك نفس ما قلت لكم صعب كتير انه نجيبها ونستعملها بعياداتنا. الشيء الحلو كتير بهاي المادة انه هي بيو اكتف ماتيريال
تمام. شو معناته هذا الحكي؟ انه نحن لما بنجيب هاي المادة وبنحطها جوات هالكنال، هاي المادة بتعمل لي كيميكال بوند مع التوث ستراكشر، تمام، وبالتالي بتحقق لي سيل منيح يعني نسبيا، شو اسمه، وممكن هون يصير في عنا مونو بلوك. اوكي طيب، شو المكونات تبعت هاي الام تي اي؟ في عنا تراي كالسيوم سيليكيت، داي كالسيوم سيليكيت، بسمث اوكسايد، بس هاي المادة مشكلتها انه هي توكسيك، لهيك في بعض الشركات بطلت تحطها وصارت تحط بدالها الزيركونيا اوكسايد، وكمان بنحط لها او فاية التركيبة الزيركونيا دايوكسايد ك شو اسمه راديو اوباسيفاير. اوكي ونفس ما قلنا الـ MTA is a new material وهي one of the best material available for sealing و make good seal، بس مشكلتها انه هي نفس ما قلنا غالية. طيب الـ medicated sealer هن عبارة عن pastes بيكون فيهم paraformaldehyde، و paraformaldehyde يعني معروف بأسماء تانية مثل N2 أو RC2B أو الإندوميثازون والSPAD، تمام، هدول كلياتهم أسماء لهاي المادة. السيلرز contain paraformaldehyde are contraindicated in endodontic treatment. ليش؟ لأنه بيأخروا لي عملية الهيلينج. أوكي فالمهم ما بنستعمل الparaformaldehyde أبدا. طيب صرنا ساعة بنحكي انه بنحط كتابيركا بنحط سيلر وهيك، كيف طيب بدنا نفوت هالسيلر هذا اللي قلنا انه هو بيشبه المعجون، تمام، اللي رح يكون ملمسه كأنه هيك شيء كريمي، كيف بدنا نفوته جوات هالكنال الضيقة؟ في عنا كتير طرق، يا اما بانه نحنا نحط هالسيلر هذا على البيبر بوينت ونفوته جوات الكنال ونبلش نمسح هيك نفس مسحة لطيفة على الوولز تبعيت هالكنال، او مثلا الجاتا بيركا نفسه اوكي منجيبه كمان منحط عليه شوية سيلر ومنفوته ومنمسح فيه هالوولز هدول، او مثلا شوية اي فايل عادي منجيبه منحط عليها السيلر، او مثلا الريمرز او اللينتول سبايرال. اللينتول سبايرال هو هذا الشيء، تمام، بس مشكلته انه هو كتير ضعيف وممكن يكسر معي نفس ما شايفين هون، تمام. هلا هذا الشيء اللولبي اللي انتو شايفينه هو اللينتول سبايرال، ممكن بسهولة انه ينكسر معي جوات الكنال، لهيك شيء مو يعني مو محبذ انه نستعمله. اوكي الميثودز اوف اوبتوريتينج الروت كنال سبيس، يا اما شيء اسمه السنجل كون ميثود والدكتور ما بينصح فيها، او اللاترال كومباكشن تكنيك ورح نعرف شو هو هلا وهو اللي غالبا رح نستعمله، او الشيء الثالث اللي ما رح نستعمله غالبا هو الورم فيرتيكال كومباكشن. طيب اول شيء السنجل كون ميثود، هلا الفكره بهذا التكنيك انه نحن بنستعمل بس شو اسمه جاتا بيركا كون واحد، تمام، هو بس يعني بنحاول نختار اكثر سايز ملائم من الجاتا بيركا كونز اللي موجودين عندي، باخذ اكثر واحد ملائم وبحطه جوات هالكنال بنص هالكنال وحواليه سيلر وخالص، تمام. هذا الشيء فعليا ما نو كتير منيح، وهذا التكنيك ما نو كتير منيح رغم انه في كتير ناس هلا عم يستعملوا لانه هو سهل وبيخلص بسرعة، بس عمليا هو ما نو كتير منيح لانه ما راح يسكر لي كل السبيس، تمام، راح يضل في عندي فويتس وراح يضل في عندي شو اسمه مناطق يعني فاضية جوات هالكنال، وهذا الشيء يعني ابدا ما نو شيء منيح، تمام. فنتيجة لهيك نحنا اكثر شيء بنستعمل شيء بنسميه lateral compaction technique. بس قبل ما نفوت بهالقصة هاي خلونا بس نفهم نحنا شلون بنعمل هالobturation هذا. هلا بشكل سريع، هذا هو هاي هي الكنال، تمام، افترضوا انه نحنا هون مخلصين cleaning and shaping ونشفنا الكنال وكل شيء صار تمام. الخطوة اللي بعدها هي نختار الجاتا بيركا كون بالسايز المناسب لإله. شايفين مثلا هون هذا الدنتيست اختار هذا شو اسمه وحس انه هو ممتاز. طيب كيف بدنا نعرف انه هاي الجاتا بيركا السايز تبعه ممتاز؟ بدنا نحنا لما نمسك هالجاتا بيركا كون هذا ونفوته لجوات الكنال ونوصله للأبيكال كونستريكشن نحس بشي اسمه التاج باك. التاج باك هذا كيف بصير؟ الفكرة اني انا وقت فوت هالجتا بيركا ووصلها لعند الابيكال كونستريكشن حس انه الجتا بيركا عملت
بايند هيك مع الابيكال كونستريكشن وعلقت فيه ووقفت عنده، فبالتالي لو جيت انا دفشتها بزياده ما رح تطلع هي برات برات هاي الابيكال كونستريكشن. فهمتوا علي؟ ليش؟ لانه حجمها مناسب مع يعني مناسب للابيكال كونستريكشن هذا. بينما وبنفس الوقت لو جيت بدي خلص طلعها انا برات الكنال، حس انه في شويه مقاومه ما عم تبدا تطلع معي بسهوله. هذا الشيء بنسميه التاج باك، تمام؟ هذا التاج باك من خلاله بحدد انه هذا المقاس تبع هالجتا بيركا هذا مناسب اني استعمله او لا. اوكي، مره تانية، التاج باك شو هو؟ اني حس هو اني لما فوت الجتا بيركا حس انه هي عملت لي بايندينج ممتاز مع الابيكال كونستريكشن وعلقت فيه ووقفت عنده، فبالتالي لو دفشتها ما رح ترضى تطلع برات هالابيكال كونستريكشن. وبنفس الوقت لما اجي اسحبها وطالعها من الاكسس كافيتي اللي انا عملته ما رح تطلع معي بسهولة. اوكي، رح تكون نفس معلقة، خلص علقت بهالابيكال كونستريكشن هذا. لو مثلا فوتت واحد صغير ببساطة او بسهولة رح يطلع، رح حس انه هو عم يطلع معي برات الابيكال كونستريكشن، ولما اجي اسحبه لفوق رح يطلع معي بسهولة، فبعرف انه هذا المقاس مو مزبوط. اوكي، فالمهم هيك بنختار نحن المقاس الممتاز للجتا بيركا. ماشي، هلا الخطوه اللي بعدها اني احدد الوركينج لينث، الكوركتد وركينج لينث. هذا الشيء كيف بصير؟ ببساطه بصير انه نحن راح نجيب مسطرتنا، مثلا افترضوا انه كان الكوركتد وركينج لينث عندي 22، راح احط الكون الجتا بيركا كون على المسطره وحدد طول 22 عليه وشو اسمه، ويا اما اني بحط علامه مثلا بقلم، او مثلا اني انا بمسك الجتا بيركا بملقط بالضبط عند الصفر. فهمتوا علي؟ فهيك نحن بنكون عملنا نفس علامه. وبقدر انا كمان اني انا هلا ما هي قلنا انه هي مثل الخشب او مثل الربر، فبالتالي بقدر اني انا لحتى ما تضيع معي هاي العلامه بالشغل انه بالتويزر تبعي بالملقط هاد تبعي اكبس عليها شوي فراح يترك مثل اثر او علامه. فانا بصير كل مره بعرف انه انا لازم امسك الجتا بيركا من هون من هاي العلامه كورونا اللي مثلا لو كانت هون، تمام، بقدر انا بعرف انه انا لازم احط التويزر تبعي هون ونزلها على الاخر، ولازم هاي النقطه محل ما انا ماسكه التويزر تكون عند مثلا الكسب اللي انا معتمده عليها كورونا لي لحتى احدد الوركينج لينث. اوكي، الخطوه اللي بعد هيك بدي اتاكد انا انه انا وقت فوت هالجتا بيركا بدي اتاكد انه هي وصلت للفول وركينج لينث. كيف بنعمل هذا الشيء؟ ببساطه بناخذ صوره اشعه. الجتا بيركا نفس ما قلت لكم بتبين راديو اوبيك على صوره الاشعه، فلما نشوف بصوره الاشعه انه هاي الجتا بيركا اواي 1 مليمتر فروم راديوجرافيك ايبكس، هون بعرف انه انا حددت الوركينج لينث بطريقه صح. فهلا بتجي الخطوه اللي بعدها. هلا الخطوه اللي بعدها اوكي، الخطوه اللي بعدها رح تيجي بانه نحط السيلر. انتبهوا معي هون كيف حطينا السيلر. السيلر هيك رح يكون شكله مثل المعجون. ببساطه اطلعوا هون كيف نحن ماسكين الجتا بيركا هون بالتويزر هذا. اوكي، وهي هي هون لما كنت عم اقول لكم انه بنحطها عند العلامه اللي حددناها اللي بتساعدنا لحتى نحدد الوركينج لينث. بعدين رح نجيب هالجتا بيركا هاي مع هالكون هذا ونغمرها بهالسيلر هذا، تمام، يعني راح نبلل الجتا بيركا هاي بالسيلر، وبعدين راح نفوت ونبلش ننشر او نوزع هالسيلر على الوول تبعت الكنال. طلعوا كيف بالضبط هيك. اوكي، هيك نحن بنكون حطينا السيلر. هلا الخطوه اللي بعدها هي انه نبلش نحط الجتا بيركا، تمام، دقيقه. هلا هيك نحن حطينا الجتا بيركا بعد ما عملنا السيلر، حطينا الجتا بيركا على الكوركتد وركينج لينث. الخطوه اللي بعدها انه نحن لازم نقطع هذا الجزء الزايد، تمام، يعني هلا الجتا بيركا وين بتنتهي؟ فوق، بتنتهي عند الاوريفيس تبعيت الكنال، تمام، يعني هون. فنحن لازم خلص نقص هذا الجزء. كيف بنقصه؟ ببساطه بنجيب اي انسترومنت مثل البلاجر بنحميه. اوكي، بيكون في عندنا مثل يعني هيك مصدر نار صغير بالعياده، بنحمي هذا هاي الانسترومنت وببساطه بنقطع هذا الجزء هون. طلعوا كيف. اوكي، حميناها وقطعناها، تمام، وبنعمل هذا الشيء مع الكنال اللي بعده. او عفوا قبل هيك، هلا بعد ما قطعناها بده يجي دور الشيء اللي بنسميه الكوندنسيشن. الكوندنسيشن نوعين، يا اما فيرتيكال كوندنسيشن او لاترال كوندنسيشن. الكوندنسيشن معناه انه نحن ما بنكتفي شو اسمه
وان جتا بير كاكون، فهمت علي؟ من احنا بنقعد بنحط اثنين جنب بعض او ثلاثه جنب بعض لحتى نحس انه انا ختمت هالكنال هاي على الاخر وعبيت على الاخر جتا بيركا، فهمت علي؟ فنتيجه لهيك كيف احنا لما نجيب مثلا لما نجيب يعني اي علبه، تمام، وبدي احط فيها مثلا ثلاث علب، اوكي، ببلش انا بحط العلبة الاولى وبزيحها على جنب، بعدين بحط العلبة الثانية وبزيحها كمان لعند العلبة الاولى، وبعدين بجيب العلبة الثالثة وبزيحها، فهمتوا علي؟ هيك المبدأ. نحن راح نبلش نحط مثلا باللاترال كوندنسيشن، راح نحط اول قمع جيتا بيركا ونزيحه شوي على واحد من الوولز ونحط واحد تاني جنبه، بعدين راح نزيح التاني ونحط واحد ثالث جنبه، وهيك لحتى تنختم معي كل هالكنال. هذا الشيء بصير ب يا اما lateral condensation او vertical condensation. شو يعني هاد وهاد؟ راح هلا نبلش نشرح عنهم. بس قبل، نفس ما قلت لكم السنجل كون ميثود هو انه بس نستعمل كون واحد، وهي الطريقه ما منيحه وما بتعمل السيل منيح فما لازم نتبعه. بالنسبه lateral condensation هو اللي غالبا راح نستعمله. طيب كيف بصير هاللاترال كوندنسيشن؟ هلا قبل ما نشرح كيف بصير التكنيك، بدنا نمر يعني هيك بشكل سريع على الادفانتجز والديس ادفانتجز تبع هذا التكنيك. من الحسنات تبعيت هذا التكنيك انه اول شيء هو بيساعدني اني اعمل اوبتوريشن على الكوركتد وركينج لينث، فهمتوا علي؟ يعني هو بروفايدز فور predictable length control during compaction، تمام، وهو البيست تكنيك ذات بروفايد لينث كنترول. اوكي، ليش؟ لانه نحن نفس ما قلنا بنعتمد على التاج باك. التاج باك نفس ما قلنا راح يساعدني اعرف انه انا بهالجتا بيركا كون وصلت لعند الابيكال كونستركشن وحسيت بهالتاج باك، حسيت بانه هالجتا بيركا كون هذا معلق او مثل هيك انه كيف بدي لكم يعني علق بين هالابيكال كونستركشن هذا، فبطل يطلع معي بسهوله وبطل يتحرك بسهوله. نحن هون نعرف انه نحن اخترنا اول شيء مقاس صح للجتا بيركا، وتاني شيء نحن وصلنا للكوركتد وركينج لينث، تمام. هاي الشغله الاولى. في عندي بس مشكلتين مع هذا التكنيك. المشكله الاولى انه هو ما رح يعبي لي الكنال الريجولاريتيز نفس ما شرحنا هون على هاي الصوره، وطلعوا هون كمان على هاي الصورة. هلأ شايفين هاي اللون الزهري، هاي هي الجتا بيركا. لاحظوا هون كيف هي ما نمعبي هذا الجزء من الكنال، تمام، وهون كمان اطلعوا كيف هي ما نمعبي هذا الجزء من الكنال. فمشكلة هذا التكنيك انه ما بيعبي لي الارريجولاريتيز تبعيت الكنال. المشكلة الثانية انه نحن لانه بنستعمل اكتر من جتا بيركا، اكتر من ون جتا بيركا كون، تمام، فنتيجة لهذا الشيء نحن نستعمل ثلاث أو أربعة منحطهم جنب بعض جوات الكنال، فهن ما رح يكونوا as one mass، فهمتوا علي؟ ما رح يكونوا لي homogeneous mass، تمام؟ بس ايه. وأكتر شيء كمان ممنيح انه نحن صعب نستعمل هذا التكنيك بالsevierely curved canal. اوكي؟ طيب هلأ رح نبلش نحكي عن التكنيك كيف بنعمله خطوة بخطوة. أول شي بدنا نعرف مصطلحين. المصطلح الأول بنسميه الماستر كون، واللي هو عبارة عن أول جتا بيركا كون رح حطه جوات الكنال، واللي قلنا أنه هذا الكون اللي لازم نقي مقاسه بشكل صحيح واللي لازم يعمل لي تاج باك. أوكي، بعدين نفس ما قلنا رح نبلش نبعد هذا الكون، أوكي، لجنب على واحد من الوولز ونحط جنبه كونز تانين. هدول الكونز التانين بنسميهم الأكسسوري كونز. أوكي، فخلونا نتفق على هدول المصطلحين. هلا أول شيء كيف بصير هذا الموضوع؟ أول شيء we have to select the standard cone according to our master apical file. يعني شيء بيساعدني لحتى حدد المقاس الصح غير التاج باك، إنه ببساطة أو حتى بديهيا هذا الجتا بيركا لازم يكون مقاسه نفس مقاس الماستر أبيكال فايل. يعني لو كان الانيشيال أبيكال فايل تبعي هو 15 فالماستر أبيكال فايل رح يكون 30، فبالتالي الجتا بيركا أو الماستر كون رح يكون كمان مقاسه 30، تمام. ومثل ما قلنا لازم إذا مثلا كان الوركينج لينث عندي 22 فلازم أنا اضبط هالجتا بيركا هذا كمان على 22 وامسكه بالتويزر تبعي واضغط شوي عليه لحتى اعمل علامة تخليني اقدر حدد الوركينج لينث، تمام. بعدين لازم فوت هالكون هذا الماستر كون واتأكد انه عمل لي تاج باك،
اوكي. بعدين رح اخذ صوره اشعه اوكي لحتى نتاكد انه نحن نقينا المقاس صح وشفنا انه هو 1 مليمتر away from radiographic apex. الخطوه اللي بعدها بدنا نبلش هلا نجهز للاوبتوريشن بعد ما انا نقيت المقاس الصحيح. الخطوه الاولى رح نشوف نحن هون على هذا الفيديو انه رح ارجع للمره الاخيره اعمل irrigation, ونفس ما انتم شايفين هلا هن حاطين الريجنت سوليوشن تمام وعم نشتغل فيه. بعدين بدنا ننشف هالإيريجنت هذا نفس ما عم تشوفوا هون بالبيبر بوينتس, ونتأكد انه الكنال هاي البيبر بوينتس تمام. شايفين كيف البيبر بوينتس بيمتصل لأي سوائل موجودة جوات الكنال. اوكي بدنا نتأكد انه احنا نشفنا الكنال على الآخر وانه الكنال صارت ناشفة ونظيفة. بعدين بدنا نبلش نحط هالجتا بيركا كون. اوكي دقيقة بس. اوكي هلا لساتنا هون, هلا هيك خلصنا تنشيف تمام. هيك نحن خلصنا بالبيبر بوينتس, خلصنا تنشيف. الخطوه اللي بعدها بدنا نبلش نحط السيلر. بدنا نبلش نحط هالسيلر هذا على الوولز تبعيت الكنال نفس ما عم تشوفوا هلا. اوكي تمام. بعد ما خلصنا نفس ما شايفين هون طلعوا كيف الوولز عليها سيلر, بدنا نبلش نحط الجتا بيركا. هاي الجتا بيركا انتبهوا هون كيف عملت لي تاج باك. اوكي شايفين كيف انه هي بالضبط فايته على الابيكال كونستركشن ومعلقه عنده تمام. فهذا هو الماستر كون تبعي واللي هو نفس مقاس الماستر ابيكال فايل تمام. هلا بجيبه انا وبفوته للفول وركينج لينث. الخطوه اللي بعدها انه بدنا نبلش نزيحه اوكي او نبعده او ندفشه لواحد من الوولز لحتى نجيب واحد تاني نحطه جنبه. الفكره كيف بدنا نبعده باستعمال السبريدر تمام. السبريدر لو تتذكروا هذا هو في عنا هذا شو اسمه الفينجر سبريدر تمام, وفي عنا هذا شو اسمه الهاند سبريدر. مين احسن؟ طبعا هذا اللي احسن فيهم. ليش؟ لانه هو بيوفر لي تكتايل او تكتل سنسيشن احسن من هاد تمام. فبيخليني اتحكم بالفورس تبعيتي وانا قاعده عم اضغط على الجتا بيركا كون او الماستر كون او الاولاني اللي انا حطيته, بحيث انه انا راح ادفشه لواحد من الوولز بس بنفس الوقت انا ما بطبق اكسسيف فورس, وبالتالي لا سمح الله يصير عندي فراكتشر او كراك بهاي الكنال تمام. فبالتالي بيوفر بيسمح لي انه انا اتحكم بطريقه احسن بالفورس تبعيتي بس فوتو تمام جوات الكنال. طيب السؤال هلا انه نحن قديه بدنا نفوتو او كيف بدنا نحدد اي مقاس؟ نفس ما انتم شايفين كمان السبريدر فيه له مقاسات 15 20 25 الى اخره. الجواب انه بدي اجيب السبريدر وبدي اياه يفوت معي لعند او within 2 دقيقه اي 1-2 مليمتر of the prepared length. يعني لو ال corrected working length تبعي 22 فأنا على الأقل بدي هذا السبريدر يقدر يفود لحد 20 مليمتر. فهمتوا علي؟ بعد ما نفوت هالسبريدر هذا طلعوا كيف رح ندفش الماستر كون لواحد من الوولز تمام. بعدين منطلع السبريدر والتطليعة تبعيته رح تكون بأنه نحن رح نحركه back and forth نفس حركة الواتش وايندينج اللي شفناها. هيك رح يطلع معي بسهولة من جوات الكنال. اوكي بعدين بدنا نجيب الاكسسوري كونز ونحطهم جنبهم جنب الماستر كون. اوكي ونفس الشيء رح نرجع نفوت السبريدر, ونفس الشيء كمان رح نفوته ل 1-2 مليمترز من الوركينج لينث, وكمان نفس الشيء نضغط على 1 وول. وهون بدنا ننتبه انه نحن دائما رح نبلش نضغط بنفس الاتجاه لعند نفس الوول اوكي, ونزيح مجال بس بنفس الاتجاه. غلط انه مره نعمل يعني ندفش باتجاه مثلا بكالي ومره لينجوالي. فهمتوا علي؟ لا مثلا هون نحن رايحين بكالي, خلص بدنا نضل كل مره بندفش الكونز هدول باتجاه البكل, وبضل بعمل هيك لحتى نعبي كل الكنال. اوكي فبتصير الكنال كلياتها مختومه بالجتا بيركا والسيلر. هلا اجى دور انه نشيل الجزء الزايد اللي هو من عند الاوريفيس وفوق. اوكي ببساطه بجيب البلجر وبحميه وبقصهم كلياتهم تمام. فهذا هو باختصار اللاترال كوندنسيشن تكنيك. اوكي طيب سؤال بس انه نحن كيف بدنا نحدد, عرفنا كيف نحدد السبريدر
وعرفنا انه كيف بنحدد الماستر كون. طيب كيف بنحدد الاكسسوري كونز؟ ببساطه الاكسسوري كونز بيكونوا نفس مقاس السبريدر. يعني انا راح امسك هالسبريدرز هدول واقعد اجربهم واحد واحد. اللي بيوصل معي لعند او اللي بيوصل ل او بيكون fit to within 1 to 2 millimeters of the prepared length. مثلا نفترض انه هو كان مقاس 25، فنحن هون رح نجيب الاكسسوري كونز كلياتهم مقاس 25 ونبلش نحطهم جنب الماستر كون اللي شو ما كان مقاسه. تمام. فاظن انه نحن يعني شرحنا كل شيء هون، شرحنا كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. تمام. طيب افترضوا انه انا جبت اخترت ماستر كون بس ما رضي يوصل معي لعند الابيكال كونستركشن، يعني اخذت صورة اشعة ولقيت انه هو ناقص 3 مليمترز عن الابيكال كونستركشن، ببساطة بجيب واحد اصغر منه، يعني اكيد الاصغر منه راح يفوت. اوكي، بس هدول هن اهم شغلات وهذا كله ياتو حكينا عنه وشرحناه. تمام. اوكي، هون فيكم تقروها وهذا هو الشرح تبعها، نفس الحكي اللي شرحناه. اوكي، طيب هلا خلصنا هيك من اللاترال تكنيك، بدنا نبلش نحكي عن الوارم فيرتيكال كومباكشن. هلا الوارم فيرتيكال كومباكشن، الفكره انه انتم لو تنتبهوا يعني نحن كنا كيف الاتجاه اللي كنا نزيح او نوسع فيه الكونز الجتابيركا كونز كنا نوديهم على جنب، هون لا، هون نحن رح نبلش نكبسهم لتحت. فهمتوا علي؟ فباللاترال كوندنسيشن نحن حرفيا بنقعد نعبي الكنال بس بشكل انه جنابي. فهمتوا علي؟ هون لا، هون نحن من تحت رح نبلش نعبيها هيك لحتى نرتفع لفوق. اوكي، كيف هذا الشيء بصير؟ هلا رح نبلش نشرحه. هلا هون بهذا التكنيك رح نستعمل اجهزه معينه، تمام، مثل الهيت بلجر. الهيت بلجر هو عباره عن بلجر، درسنا عنه بالانسترومنتس، بس الفكره انه هو بيكون موصل بجهاز. هذا الجهاز لما بنشغله هو رح يصير مثل يبعث لي حراره من هذا البلجر. تمام، فالبلجر هون رح يبلش يصير ساخن. اوكي، وبنستعمل معه شيء بنسميه اوبتيريتد ميلتد جتا بيركا. يعني ما راح الجتا بيركا بتكون كانه مدوبه مسبقا او مو مدوبه، يعني كيف بدي لكم، بطريقه معينه. اوكي، راح نبلش انه مثل بنحقنها حقن جوات هاي الكنال. تمام، كيف بصير هذا التكنيك بالضبط؟ اول شيء نحن راح نجيب الجتا بيركا، تمام، ونحطها جوات الكنال. اوكي، وي انسرت ذا جتا بيركا. تمام، بعدين راح نعمل له كت. وين هذا الكت؟ بده يكون عند الكورونا ليفل. تمام، يعني نفس ما شايفين هون تقريبا عند نهايه شو اسمه البالبيت شامبر. اوكي، عند نهايتها راح نعمل كت. بس بدنا ننتبه انه نحن لما بدنا نقطع الجتا بيركا هاي بدنا نضل كابسين عليها لفتره معينه قصيره. تمام، تقريبا لفتره 10 ثواني. ليش؟ لانه نفس ما قلنا الجتا بيركا لما بتتعرض لحراره، يعني ونحن هون وقت عم نقطعها نحن عم نعرضها لحراره رح يصير لها شرينكج. تمام، فنحن بدنا نضل كابسين عليها لحتى نتاكد انه ما صار عندي فويدز هون بالنص. اوكي، فهمتوا علي؟ فاول ما يصير شرينكج باي مكان نحن بنكون ضغطين، فنتيجه لهذا الضغط نحن بنعوض هالفويدز او هالمناطق اللي بدها تصير فاضيه. اوكي، هيك هاي اول خطوة انه نحن حطينا الجتا بيركا لعند الكورونا ليفل، وبعدين شو اسمه قطعنا يعني قصيناها. تمام، وضلينا ضاغطين عليها كرمال نتفادى الشرينكج اللي بصير. الخطوة اللي بعدها رح نجيب الهيت بلجر اللي هلأ شفناه بالجهاز، راح نعمل له اكتيفيشن، يعني راح نكبس الكبسة اللي راح تخلي لهذا البلجر يطلع هيت، وراح نبلش نضغط لتحت. اوكي، يعني افترضوا انه هذا هو البلجر. اوكي، بده يبلش يضغط لتحت. اوكي، هلأ الفكرة هون انه نحنا هون عند هاي المنطقة انا بدي الجتا بيركا توقف عند الابيكال كونستركشن، لهيك انا ما بدي اياها تدوب هون عند هاي المنطقة.
فهمتوا علي؟ نحن بدنا الجتابيركا تضل كولد هون، ليش؟ لحتى تضل ثابتة وواقفة عند الابيكال كونستريكشن، بينما لو دوبتها فانا رح اسمح لها انه تدوب وتطلع برات هالابيكال كونستريكشن هذا، ونحن ما بدنا هذا الشيء. نتيجة لهيك هاي العملية انه انا بس بجيب البلاجر وبس يعني البلاجر الساخن هذا بس بضغط فيه من فوق، هو رح يدوب لي هاي المناطق الفوقانية، بس من تحت رح يضل بارد، فهمتوا علي؟ فبالتالي الجتا بيركا بتضل باردة، فبالتالي ما بتطلع برات ال شو اسمه الابيكال كونستريكشن. اطلعوا معي هون بعد ما ضغطناها بهالبلاجر هذا وبعد ما دابت، اطلعوا كيف نزل مستواها، تمام؟ بس بنفس الوقت هي ما طلعت برات الابيكال كونستريكشن نفس ما نكون شايفين، اوكي؟ هلا الخطوة اللي بعدها، او سوري بس هون نسيت لكم شغلة، انه نحن وقت نجيب هالبلاجر هذا نحن طيب قديش بدنا ننزله؟ نحن فعليا بننزله 5 to 4 millimeters away from apical constriction، يعني لو الworking ال corrected working length عندي هو عبارة عن شو اسمه 22، فنحن تقريبا رح نفوت البلاجر لطول 18 او 17 millimeters، اوكي؟ فمنفوته لهذا المقدار منبلش نضغط، تمام؟ او سوري ما او منفوته يعني منحطه عند الكورونا الليفل، تمام؟ ومنبلش نضغط لحتى نوصل لهاي النقطة اللي هي شو اسمه بعيدة عن الابيكال كونستريكشن 4 لـ 5 مليمترز. فهمتوا علي كيف؟ طيب الخطوة اللي بعدها انه هيك نحن منكون حطينا اول طبقة، تمام؟ بعدين ببساطة منجيب جتا بيركا منحطها مرة تانية فوق هاي الطبقة، اوكي؟ ومنرجع مرة تانية منعمل لك كوندنسيشن، اوكي؟ هيك لحتى تتعبى معي كل الكنال نفس ما شايفين هون. فاذا نفس ما شايفين هون الايديا انه نحن من من يعني وي انسرت الجتا بيركا، بعدين وي هيت الجتا بيركا، بعدين هاي الجتا بيركا راح تبلش تعبي لي كل اللاترال كنالز وكل الفويدز الموجودين، بعدين نحن مره تانية فوق راح نحط او وي انسرت الانجكتبل جتا بيركا، وشو اسمه منضل نعمل كوندنسيشن لحتى نخلص على الاخر. فمثل ما انكم شايفين هاي هي الاند ريزلت. لاحظوا معي كيف الجتابيركا صارت عبارة عن هوموجينس ماس، وطلعوا كيف هون هي معبيت لي اللاترال كنال هاي الموجودة هون. بس المشكلة انه مع كل هالاحتياطات اللي نحن عملناها نحن دائما عنا مشكلة انه ممكن الجتابيركا تطلع برات الابيكال كونستريكشن، تمام؟ وممكن ما تعمل لي ابيكال تاج باك مثل الموجود باللاترال كوندنسيشن. فالمهم لكل تكنيك فيه له محاسن وعيوبه، نحن لازم لقدام نعرف كيف نختار كل تكنيك وين مكانه المناسب. وهاي الصوره بتورجينا منيح كيف الجتا بيركا بتبين راديو اوبيك على صوره الاشعه، وفينا تقريبا هون نقول انه هي تقريبا واصله لعند الفول وركينج لينث او زايده نتفه حتى، اوكي؟ فهيك بيكون خلصت هاي المحاضرة، بتمنى تكون واضحة. إذا في حد عنده أي سؤال ما يتردد يسألني، وديروا بالكم على حالكم و stay safe. باي باي.